احنا فرحانين بهذا الصرح هذا يعني فتح قصر الثقافة من جديد. ان شاء الله يكون يعني ان اسباس وين الارتيست زعما يعني ينشط. وحنا متمنين منها من زمان ان مثلا هذا الصرح ينحل. هذه 3 سنوات نورمالمون كان راه نحل، يعني ضيعنا شويه وقت مي معليش، فودري ميو طاركو جامي يعني. وحنا اليوم فرحانين ان شاء الله، وهذا صرح هذا لازم يحتله الفنان. ماذا بينا احنا من كم واحد 4 سنوات ولا 5 حلينا هذيك لا غالغي داغ، بصح يؤسفوني كي نفوت عليها لليوم نلقاها مغلوقه. يعني علاش خلوا الفنان يقتحم هذا الصرح هذا، وان شاء الله احنا يكون خير. وان شاء الله وحنا رانا واقفين هنا باش نردوا ونفعلوا هذا الحق ان شاء الله. السلام عليكم. نحيي كاع عزيزي المشاهد اللي راه يشوف فينا عبر الشاشه او القناه. هذه مبادره طيبه، وهذا البالي نورمالمون كنا راه نحل صافي 3 سنين ولا 4 سنين، والحمد لله جات الساعه وين تفكروا الفنان، وجات في بمناسبه عيد الفنان اللي راه فات لو 8 جوان. نرحموا على كاع الفنانين اللي ماتوا، كاع في كل طبوع، في الغناء، في الرسم، في التمثيل، في المسرح، في كل شيء. وماذا بينا احنا يكونوا ناس في هذا البالي هذا اللي قلاه ثاني مواليه، لقى الناس اللي يهتموا بالفنان ويشوفوا، باسكو كاين شي فنانين راهم مهمشين. وبمناسبه العاب البحر الابيض المتوسط ان شاء الله تفوت في على زعما نقولوا في احسن، على احسن ما يرام. وان شاء الله ان شاء الله كاع اللي راهم يمثلوا الجزائر يجيبوا لنا الاغلبيه تاع الميداليه الذهبيه ان شاء الله. السلام عليكم. صح، اولا السلام عليكم. يعني هذا نفخروا به، هذا هذا السونت كولتيرال هذا ولا دار الثقافه ولا كي نسموها، هذا مكسب لكل الفنانين مهما كانوا، فنانين تاع مسرح الاطفال، مسرح الاكبار، المغنيين، الرسامين، النقاشين. يعني هذا شرف كبير لينا ولجميع الفنانين، ونفتخروا به ونتمنوا بركه يتهلوا فيه، ونتمنوا الناس اللي راهم يشرفوا فيه يشرفوا على هذا يستحفظوا عليه، ينيق الموت. احنا في الجزائر شيخ خصنا نبنوا صوالح كبار، نبنوا اشياء كبيره، بصح ما عندناش المتابعه. هذا مكان هنا يليق كيما راه دروك نقي، يليق منا على 5 سنين نشوفوه نقي كيما راه، ماشي نشوفوه موضع كاع مشتت. هذا الشيء. وبارك الله فيك. الدكتور بالحاج محمد، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعه وهران واحد. اليوم رانا في مكان رمزي بالنسبه لمدينه وهران. هذا المحل اللي كان في السابق كان دشينا في سنة 1930 بمناسبة الذكرى المئوية للاحتلال، أنها كانت تسمى في ذلك الوقت بدار المعمر كرمزية لتلصيق الاستعمار هنا في مدينة وهران. ولكن اليوم سعادة كبيرة أن هذا المكان يسترجع مكانته في مدينة وهران، لأنه في الثمانينات هذا دار الثقافة كانت أقول الواجهة الثقافية رقم واحد هنا في مدينة وهران، لأن كل الفعاليات الثقافية مرت من هنا. أقول وجوه ثقافية التي أصبح لها بعد دولي وإقليمي ووطني وجهوي ومحلي. هذا المقر اليوم هو أقول مكسب بالنسبة لمدينة وهران. أولا رمزيته في أنه يتوسط المدينة وسهولة الولوج إليه من قبل كل نقول أن كارفور، يعني ملتقى للفنانين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي. وكذلك رمزيته في أنه يسمى باسم الشهيد زدور إبراهيم بالقاسم، وهو شهيد الجزائر وأحد الوجوه الثقافية لمدينة وهران. فهنيئا للشعب الجزائري وهنيئا لساكن وهران بهذا الصرح، وشكرا لوزارة الثقافة على هذا المتابعة.